حمود انت شنو تشتغل هنا؟ شو تبيع؟ بيع مناشف. مناشف؟ اي. حبيش هاي الوحده؟ نشتري ب 1400 نبيعها ب 2000. ها يعني انت تشتريهم وتبيعهم؟ اي على التصريف. ها على التصريف. اي. ايش قد تربح باليوم؟ 5000 6000. 5000 6؟ اي. زين انت ايش قد عمرك؟ انا عمري 16. 16؟ نعم. داوم مدرسه؟ لا. داوم مدرسه. عافيه بالشاطر. زين ابوك وامك عايشين؟ عايشين الحمد لله. الحمد لله. زين راح اسالك سؤال اذا جاوبني اعطيك هديه. اوكي؟ اوكي. اكو حلويات مشهوره هنا بالنجف، شنو اسمها؟ الدهينه. دهينه صح؟ صح. راح اعطيك هديه. زين؟ 250,000 هديه مقدمه ببرنامج بين اهلنا على MBC العراق. مشكور. رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. فرحان؟ فرحان والله. والله؟ والله. شو راح تسوي بهن؟ راح اروح بهن، اكل بهن، اروح بهن للعيد. ها ملابس العيد؟ اي. حبيبي اشتري لاخوتي. لاخوتك؟ إيه. الله يبارك فيك حبيبي.